الوصفة ديال اليوم هي غراتان بلا بوري و دجاج ديال البارح مع موتزاريلا و شيدار ديال اوغبلون. غنحتاجو الدجاج لا بوري بورو شامبينيون لا كريم فريش شيدار موتزاريلا الملح والبزار الزعتر الزبده الثومه الكوزه وزيت العود. دابا غنصيبو لا صوص فروماجير بالشيدار ديال اوغبلون. غناخدو لا كريم نزيدو عليها الفروماج ديال الشيدار نزيدو شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الكوزه ونخلطو مزيان حتى يذوب الفرماج وتعقد لينا لا صوص. نقطعو الشامبينيون نقطعو البورو ناخذو لو ريست ديال الدجاج ونقطعوه حتى هو طريفات صغار. وهاد الشامبينيون والبورو اللي قطعنا نديوه نجيبوه في مقله مع شويه ديال الزيت والزبده وغادي نمونطي الغراتان ديالي. اول حاجه غادي نبدا بلا صوص ديال الفرماج. ناخذ لا بوري دجاج شامبينيون والبورو نزيد الموتزاريلا من الفوق وندخلو يتحمر في الفران. حتى نتوما شاركوا معنا وصفاتكم باش نتفاداو الضياع. اوغ بلون تخرج منه العجب.